مساء الخير. هلا اكيد رح نكون نحن وياك اليوم بمباراه جديده من بطوله لبنان لكره السله، ورح نكون مع سيري بدات بشكل كثير قوي وما انتهت المباراه الاولي فيها الا بعد اوفر تايم. نادي بيبلوس والمتحد التقوا بالريجولر سيزون مرتين قدر فاز نادي بيبلوس، رجع رد فريق المتحد بالفاينل 8 وفاز كمان مرتين، واول لقاء جمعهم بالبلاي اوف ما انتهى مثل ما ذكرت الا بالاوفر تايم. رح نبدا مع كابتن فريق المتحد اليوم الضيف روني. اول مباراه لكم كانت صعبه على ارضكم، كيف محضرين المباراه الثانيه بارض بيبلوس يلي معروف انه فريق قوي جدا على ارضه؟ صح غيث، خاصه انه فريق بيبلوس ما بيستسلموا حتى لو كانوا داون 8 اور 10 بوينتس. نحن رح نجرب نعمل هذا الشيء اليوم، انه اذا طلع معنا ليد نقدر نحافظ عليه لاخر الجيم، ومحضرين كثير خاصه هذا الجيم اليوم بارض نادي بيبلوس. بدي اشكرك روني. اكيد علي بردة. علي، اول جيم كان صعب يعني وما انتهى الا بالاوفر تايم، انتم على ارضكم معروف الفريق يلي صعب يخسر على ارضه، كيف محضرين لقائكم اليوم؟ يعني نحن بنعرف انه بنلعب احسن هون ببيبلوس، بس هيدي اهم جيم تبعنا، بدنا نخلي السيريز 1-1 ورايحين على متحد ويمكن ستيل 1 هونيك. يعني برايك اليوم رح ناويين على 1-1 اليوم؟ ان شاء الله 2-0 is a big big hole. أكيد. بدي أشكرك أكيد علي وأقول لك جود لك للقائكم اليوم. إذا بعد رأي روني فهد وعلي بردة بنروح لنشوف نحن وياكم الستارترز اللي اختارهم المدربين شولي والمدرب اللبناني جوم جعاز. إذا عم نشوف تشكيلة المدربين الفرنسي جون دوني شولي يلي عم يعتمد على روني فهد، روي سماحة، باسل بوجي، اريك شاتفيلد، مارك ساليرز، بين المدرب اللبناني جوم جعص عم يعتمد على علي بردة، جي يونغ بلاد، عمر الايوبي، مايك فريزر وتوم عمار. هيدي تشكيلة المدربين. الحكام الثلاثة اللبنانيين رباح نجيب، فوزي عشقوطي، وزياد طنوس جاهزين لاطلاق المباراة. بذكر انه المباراة الاولى انتهت بتقدم فريق المتحد بالاوفر تايم، فاز بالاوفر تايم وقدر يتقدم 1-0 بالسلسله، واليوم اللقاء الثاني بين الفريقين، لقاء يعني اذا قدر فاز فيه فريق المتحد بحط نادي بيبلوس بوضع حرج جدا لانه بيتقدم 2-0، واذا اكيد فريق بيبلوس فاز رح كانه السريع عم تنطلق من اول وجديد. بذكر انه المباراه الثالثه بين الفريقين رح تكون يوم الاثنين الساعة 10:30 المساء، وراح تكون منقولة بشكل مباشر على شاشة ال بي سي يوم الاثنين. أكيد رح تكون في مباراة ثالثة على كل الأحوال بعيدا عن لقاء اليوم. اللقاء الأول بالبلاي أوف انتهى 87-80 لصالح نادي المتحد يلي برجع بذكر تقدم 1-0 بالسارية. وانطلاق المباراة والبوزيشن الأولي عم تكون لصالح فريق المتحد. اريك شاتفيلد بمرر لباسل بوجي، اريك شاتفيلد بيستلم، علي بردة عم يدافع عليه بالتخييل وما عم يتركه أبدا. مارك ساليرز رسل طابة للبوجي، معه توم عمار، باسل بسدد على السلة ما بينجح بالمحاولة، وتوم عمار بيلتقط الريباوند الدفاعي، الريباوند الأول بالمباراة عم يكون لصالح نادي بيبلوس عبر اللاعب توم عمار. علي بردة بمرر للايوبي يلي بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية، روني فهد على الريباوند، فاست بريك، وعارك شاتفيلد بسجل اولى نقاط المباراة. اول سلة بالجيم عم تكون لصالح اذا اريك شاتفيلد يلي كان عم يستفيد من تمريرة حاسمة لروني فهد. تحت السلة، طابة بتوصل لعلي بردة، محاولة ثلاثية ما بينجح فيها البردة، ريباوند هجومي لصالح توم، هذا الريباوند الثاني لإله بالجيم. علي بسدد كمان على الارك ما بينجح بالمحاولة، روي على الريباوند، روني فهد ب
بحاول يطلع الفاس بريك تورن اوفر على روني فهد. بالتصويت على ويب سايت ال بي سي بسؤال لمين برايكم رح يفوز بلقاء اليوم؟ 54% جمهور اللبناني اعطى افضليه لفريق المتحد، 46% لنادي بيبلوس. وروني فهد عم يخسر الكره، بيخسر الكره روني فهد، وبتبقى النتيجه تقدم المتحد بنتيجه 2-0 بعد ما سجل نادي بيبلوس ولا اي نقطه بعد الدقيقه و39 ثانيه، وعلما انه فريق المتحد عم يلعب دفاع منطقه وعم يحاول نادي بيبلوس يضرب هالدفاع بالاوتسايد جيم، سدد عدة مرات بدون ما ينجح بولا محاولة. لنشوف كيف راح تكون الخطة بمواجهة دفاع المنطقة، مصرين لاعبي بيبلوس على الاوتسايد جيم، وهالمرة يلي بلاقي طريق السلة بنجاح هو توم عمار. ولنقاط النادي الجبيلي اللي عم يتقدم بفرق نقطة، كمان مقطوعة من جاي يونغ بلاد اللي بيطلع فاست بريك مع عمر الايوبي لاعب المتحد السابق، بيرتكب تورن اوفر. تورن اوفر اذا على المتحد، لحظه بالاعاده الووكينج واضحه. روني فهد لروي البوجي باسل يخترق السله مقطوعه كمان من جاي يونغ بلود يلي مركز جدا على الدفاع، ولاعبي بيبلوس مركزين كثير على دفاع المانتوماني اللي عم يلعبوه، بينما المدرب شوليه عم يراهن لهلا على دفاع المنطقه، بده يمنع الانسايد جيم عند لاعبي نادي بيبلوس ويتركهم من التسديد البعيد، خاصه مايك فريزر يعني بده يجرب يحط بخطورته، الا انه توم عمار عنده راي ثاني، وهيدي الثانيه لتوم عمار بالاوتسايد جيم. بتقدم فريق البيبلوس بفرق 4 نقاط. الايوبي بيطير على الريباوند الدفاعي فاست بريك، توم عمار بينقلها لمايك فريزر، والبوزيشن بتروح لصالح المتحد طرابلس. ترانزيشن ديفنس كانت ممتازه من باسل بوجي. مره جيده المتحد بالهجوم، البوجي لروني، مارك ساليرز تحت السله، لاحقوا طبعا عمار، مارك بيبرم وبسجل اولى نقاطه بالجيم وبقلص الفرق لنقطتين. 2 تورن اوفرز على بيبلوس، 4 على فريق المتحد. عدد كبير من تورن اوفرز لنادي المتحد بانطلاق المباراه بعد 3.5 4 تورن اوفرز يعني كتار. الايوبي كمان محاوله ثلاثيه ما بينجح فيها، بس البوجي على الريباوند تحت السلة، ذكية تمريرة مارك ساليرز وتعادل الفريقين على النقطة الستة. على النقطة الستة عم يتعادل الناديين. مايك فريزر ما بينجح بالمحاولة، باسل بوجي الريباوند الثاني لباسل، مارك ساليرز خطأ لصالح مارك، نو باسكت بقول الحكم. اوت اوف باوند مع جاي مارك ساليرز، بوجه في جاي يونغ بلاد، مارك بيخترق السله وبسجل نقطه الرابعه، والمتحد عم يتقدم من جديد. تقدم بالريباوند لصالح نادي المتحد 5-3، والمتحد عم يتقدم 8-6. ودائما دفاع المنطقة من المدرب الفرنسي شوليه يلي ظهر محضر دفاعه بشكل واضح. عمر الايوبي لجاي، جاي بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية، ريباوند لصالح توم عمار، علي بردة كمان بحاول كمان ما بينجح بالمحاولة الثلاثية، والريباوند هجومي من جديد لصالح نادي بيبلوس. والايوبي خطأ لصالح عمر، الخطأ عم نشوفه بشكل واضح بالإعادة اللي ارتكبه روي سماحة. 2 فري ثرو لعمر،
بسجل المحاولة الأولى بنجاح. 2 أسيست لهلأ لعمر الأيوبي، أتوا لصالح توم عمار يلي سدد مرتين بنجاح، وتعادل الفريقين من جديد وهالمرة على النقطة الثامنة. 5 دقائق على انطلاق الجيم. مارك ساليرز بيحصل الكرة لصالح علي بردة، مقطوعة من روري فائد، وبتابع إيريك شاتفيل بترانزيشن ديفنس، قدام مركزين بترانزيشن الديفنس لاعبي المتحد. روري فائد بسدد على الأرك، ريباوند دفاعي لصالح جاي يونغ، والمباراة بدأ إيقاع يصير أسرع وأكثر، ومايك فريزر بيحصل على الفاول. علي بردة، جاي يونغ بلاد، يعني بعد جاي وعلي ما لقوا طريقهم للسلة من الأرك، كمان محاولة ثلاثية ما بتنجح. ريباوند دفاعي لصالح المتحد، إيريك شاتفيلد بينقل الطابة بشكل سريع، مارك ساليرز يعمل كنترول، علي بردة عم يدافع عليه، مارك ما بينجح بالمحاولة، توم عمار عم يعمل شغل كبير جدا بهالمباراة بالريباوند بالتسجيل، ومايك فريزر أفضل ريباوندر بالدوري اللبناني بهالوقت عم يسجل أولى نقاطه بالمباراة ويعطي التقدم لصالح فريقه بنقطتين. ميلو أبو جودة واحد من الحلول على دفاع المنطقة عم يتحضر للدخول لأرض الملعب، وكلنا بنذكر ميلو أبو جودة أفضل 3 بوينتر بالأول ستار يلي صارت بلبنان من أسبوعين. ميلو عم يتحضر للدخول لأرض الملعب بوقت علي بردة بيلحق الريباوند بشكل ممتاز، والبوزيشن بتضل لصالح بيبلوس بعد بلوك شوت هون يلي عمله مارك ساليرز، بوزيشن بترجع لصالح نادي المتحد طرابلس. ميلو ابو جوده دخل على ارض الملعب، بلشت الحساسيه بسرعه بين ميلو وإيريك. إيريك شاتفيلد بيستلم، صاحب الارض متقدم بفارق نقطتين قبل 3 دقائق ونص تقريبا من نهايه الربع الاول. باسل باوجي بمرر لإيريك شاتفيلد يلي بسدد بالمسافه المتوسطه وبيعدل الارقام. 4 نقاط لإيريك وتعادل الفريقين من جديد. 2 من 10 لنادي بيبلوس عن الارك، عدد اتمت كتار لنادي بيبلوس عن الارك، هذا كله من دفاع المنطقه. 0 من 2 لنادي المتحد، بس اللافت جدا انه نادي بيبلوس لهلا عنده 10 اتمت باقل من 7 دقائق على الارك، وهذا عدد كبير كبير. مارك ساليرز ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه، فريزر الريباوند الاول له بالجيم. مايك فريزر بمرر لبرا لعند توم عمار، والبوزيشن بتبقى لصالح نادي بيبلوس. المدرب الفرنسي شولي، جاي يونغ بلاد لطوم يلي كمان بسدد على الارك، ما بينجح بالمحاوله الايوبي، بيلتقط الريباوند الهجومي بينقل له اياه لميلو ابو جوده، وميلو ابو جوده بيضرب من بعيد. هيدا الشيء كنت عم اقوله، ممكن يكون واحد من الحلول ميلو ابو جوده، بسرعه بلاقي الاوتسايد جيم، ومره جديده التمريره الحاسمه عم تكون من عمر الايوبي اللي عم يقدر يطلع طابه من الانسايد للاوتسايد بشكل سريع جدا وناجح. كمان ريباوند دفاع لجاي يونغ بلاد، جاي لميلو، يونغ بلاد لمايك فريزر، مايك بفضي لتوم عمار يلي بسدد على الارك، ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه. مارك ساليرز على الريباوند، وبعده نادي بيبلوس مصر على نفس التكتيك الهجومي، والتكتيك الهجومي هو التسديد بالمسافه البعيده ضد دفاع المنطقه. دفاع ممتاز لنادي بيبلوس، ريباوند كان لصالح جاي يونغ بلاد بعد بلوك شوت لتوم عمار، ومايك فريزر عم يسجل نقطه الرابعه، والتقدم عم يزيد لخمس نقاط لصالح النادي الجبيلي. مواجهه طرابلسيه جبيليه اليوم، وصل لروي سماحه، يونغ بلاد خطا من الجاي،
كمان حاول يقطع الكرة جاي. وروي سماحة. نشوف الفرصة إذا من الخارج ولا رح يكون في تو فري ثرو. تو شوتس. إذا روي سماحة رح يكون عنده تسديدتين. هيدي السريع يعني. الظاهر رح تكون قوية جدا. إذا السري ما انتهت بثلاث مباريات راح تروح للأسبوع المقبل تحديدا يوم الجمعة المقبل. ريباوند كمان لصالح توم. شغل كبير جدا عم يعمل توم لهلا بالجيم. ومايك فريزر بسجل نقطة السادسة. وبيبلوس عم يتقدم بفرق سبعة 17-10. الايوبي هو اللي عم يدافع على روني فايد بينما ميلو ابو جوده عم يتكفل بالدفاع على جاي يونغ بلاد مع الهلب من مايك فريزر. يونغ بلاد بيقطع الكره وبيحاول يلعب الفاست بريك. جاي يونغ بلاد بيسجل اول سله له بالجيم. وبدا بيبلوس يلاقي حاله اكثر واكثر بالفاست بريك لانه عارف كثير منيح انه واحدة من الأمور الأساسية ليقدر يضرب دفاع المنطقة هو الفاست بريك. هيك بأكد النقاط أكثر ولهلا عم ينجح. بس البوجي ما بينجح بالمحاولة. الأيوبي على الريباوند 19-10 نص دقيقة تقريبا متبقية لنهاية الكوارتر الأول. تسديدة ثلاثية ما بتنجح. ريباوند لمارك سيليرز وخطأ من ميلو لصالح إيريك. تايم اوت عم يطلبه المدرب الفرنسي شولي. نادي المتحد يلي قدم مستوى كبير جدا بالبلاي اوف. إذا التايم اوت اللي طلبه المدرب الفرنسي قبل 28 سنة من نهاية الكوارتر الأول. بيبلوك متقدم بفرق تسعة. والمدرب جون جاعس يلي كمان تم اختياره بالتصويت بالأول ستار هو طبعا مدرب نادي بيبلوس يلي عامل موسم كبير جدا. ونادي بيبلوس عينه على التأهل للفاينل فور للمرة الأولى بتاريخه. بينما بعد وقت قليل من هلا بتنطلق مباراة بعد وقت قليل تنطلق مباراة الرياضي وفريق بجي. خطأ لصالح نادي بيبلوس. فريق المتحد يلي كان من أفضل الفرق بالفاينل 8 وهو خسر مباراة واحدة أمام نادي الرياضي على البزر بطرابلس وفاز بباقي المباريات. كان من افضل الفرق بالفاينل 8. عمر الايوبي بسدد على الارك ما بينجح بالمحاوله. الريباوند لصالح اريك شاتفيلد. والكوارتر الاول مشاهدينا عم ينتهي بتقدم النادي الجبيلي بفارق 9 نقاط 19-10. وبدي اشير كمان انه بالدرجه الثانيه للرجال
التنافس قوي بالنهائي عم يكون بين هومنت من ونادي التضامن. هومنت من يلي تقدم بالمباراة الأولى 1-0 على أرضه بمزهر، واليوم في مباراة تانية بين نادي هومنت من والتضامن. هالمباراة رح تجرى بمجمع فؤاد شهاب بجوني الساعة 8، علما المباراة الأولى انتهت بنتيجة 65-52 لصالح هومنتمن. وعند السيدات نهائي كأس لبنان للسيدات وصل للفاينل نفس الفريقين يلي وصلوا لنهائي بطولة لبنان، وعم بقصد أكيد هومنتمن أنترياس ونادي الرياضي بيروت. وبدي أشير كمان أنه نادي شانفيل غادر لبنان متوجها للعراق، تحديدا لمدينة إربيل ومدينة الدهوك العراقية بإربيل لخوض غمار بطولة غرب آسيا، وهو أكيد أكد تأهله لبطولة آسيا بعد ما انسحب فريق الحكمة. يعني بطولة ما رح يكون عندها أهداف بالنسبة للنادي اللبناني إلا أكثر يمكن للتحضير بهالوقت. محاولة ثلاثية من بيلو أبو جودة ما بتنجح المحاولة، سامر مشرف بيلتقط الريباوند، سامر يلي دخل على أرض الملعب هو وحسن دندش والعموري. المدرب شوليني أجى تبديلات كبيرة بانطلاقة الكوارتر الثاني لنشوف شو رح تعطيه على أرض الملعب. سامر بمر لمارك، 4 ثواني متبقية لمارك ساليرز اللي بيخترق بيعطي العموري، العموري بيسدد المسافة المتوسطة وبيسجل أولى نقاطه بالمباراة وبيقلص الفارق لسبعة. جاي يونغ بلاد للأيوبي، مايك فريزر من المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة، سامر كمان على الريباوند، الريباوند الثاني على التوالي للمشرف. مارك ساليرز، مارك ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لصالح بشير العموري، والنقطة الرابعة المتتالية لبشير العموري والفرق سريع نزل لخمسة. 4-0 رن لرجال المدرب شولي بانطلاقة الكوارتر الثاني بعد دقيقة ونص تحديدا. عمر الأيوبي بيحصل على الفاول. مازن منين عم يتحضر للدخول لأرض الملعب، رح يدخل بدلا من عمر الأيوبي. الأولى بسجلها عمر، هيدي نقطة الثالثة بالمباراة. 3 نقاط 3 ريباوند 3 اسيست، أرقام لافتة، وهيدي نقطة الرابعة. وبيبلوس عم يتقدم من جديد بفرق 7 نقاط. حسن دندش اريك شاتفيلد بالإعادة، عم نشوف الخطأ اللي احتسب لصالحه. اريك على زيح الفريسرو، 4 نقاط لاريك، بضيع المحاولة الأولى. واحد من أفضل لاعبين بالدوري يلي بسددوا على الفريسرو لاين، 83% نسبته. قبل هالمباراة نجح ب 122 رمية حرة من أصل 147، بضيع المحاولتين، لكن بشير عموري بعوض بريباوند هجومي. اريك شاتفيلد، اريك بيخترق بمر لسامر مشرف يلي بيعمل فانت اثنين تحت السلة، بيتعرض لدفاع قاسي من يحيى صبرا ومايك فريزر. يحيى يلي استعان فيه بهالوقت المدرب جوم جاعس. يحيى مقطوعة من حسن دندش، مشتا فترة طويلة ميلو ابو جودة برد البوزيشن لصالح فريقه، 3 ثواني متبقي بهالهجمة، ميلو بيخترق على السلة وما بينجح. ما
حسن دندش. دندش خطأ من ميرو أبو جودة لصالح الدندش. الخطأ الثاني على ميلو والثاني فريسرو لحسن. المحاولة الأولى بسجلها نقطة الأولى بالجيم. الثاني ما بينجح فيها مايك فريزر على الريباوند. ابو جوده بمرر له لمازن منيمني وبسهوله تامه بسجل مازن اولى نقاطه بالمباراه وبيعطي التقدم الثمانيه لصالح فريقه. حسن دندش اريك برشيد الدندش حسن بسدد على السله وبسجل نقطه الثالثه. ممتاز حسن لاعب بالفعل تطور كثير مستواه بهالموسم بنزل الفارق لست نقاط. يحيى صابرة يحصل على الفاول بجرأة كبيرة كان عم يخترق السلة يحيى. مازن النايمني مازن كمان بيخترق ما بيرجع بالمحاولة. مايك فريزر موجود بالمكان المناسب ليسجل نقطة الثامنة وتقدم كمان لجيدة 8 نقاط. حسن حسن دنداش بيتعرض للبلوك شوت من يحيى صبرا. لنشوف شو قرار الحكم. بترجع البوزيشن لصالح بيبلوس لمست احد لاعبي المتحد وخرجت للاوت بعد بلوك شوت يلي عمله اللاعب يحيى صبرا. هون عم نشوف سله مايك فريزر الاخيره. مايك مايك بتبقى لصالح بيبلوس اللي عنده 10 ثواني بس بهالهجمه. اوت اوف باوند فاول لصالح مايك فريزر. خطأ من بشير العموري. كمان اوت اوف باوند. ميلو بمر ليحيى. مازن بيستلم. مايك فريزر عم يدافع عليه بشير. مايك بيخترق مايك فريزر ما بينجح الا انه يحيى صبرا هو يلي بيسجل بعد ريباوند هجومي والنادي بيبلوس عم يتقدم بفارق 10. سبعة وعشرين سبعة عشر. مارك سيليرز بسدد على الارك ريباوند للعموري خطأ لصالح بشير. اوت اوف باوند مع حسن دندش. تنشيف ارض الملعب. اكيد الشوب عم بزيد اكثر واكثر بهالايام ورح يزيد اكثر بالايام المقبله. ولهلا قادر دفاع بيبلوس يمنع المتحد من تسجيل اكثر من 17 نقطه بعد 15 دقيقه لعب. وريباوند دفاع لصالح يحيى. جاي بمر لمايك فريزر خطا لصالح مايك. اسبورتمان لايك فاول. كان عنده الادفانتج كله
مايك فريزر عند مقعاك وبشير العموري رح يكون عنده الثاني فري ثرو مايك والبوزيشن رح ترجع لصالح النادي الجبيلي. 8 نقاط 4 ريباوند بضيع المحاولة الأولى اثنين او 60% نسبته على الفري ثرو بسجل الثانية بصير رصيده 9 وهو عم يكون افضل مسجل بالمباراة لهالوقت. بوزيشن كمان لصالح نادي بيبلوس. مايك فريزر بمرر لجاي يونغ بلاد جاي بسدد على الارك وبسجل جاي يونغ بلاد نقطة الخامسة رابع ثلاثية ناجحة لصالح نادي بيبلوس والتقدم الأكبر لصالح النادي الجبيلي 14 نقطة بهالوقت 31-17. روني فهد بس البوجي على أرض الملعب بدلا من حسن دندش وبشير العموري. اريك شاتفل اريك سابر مشرف بحاول يلعب تحت السلة بيعترضوا دفاع بيبلوس الممتاز ممتازين بدفاعهم بيبلوس كتير مركزين على الديفنس. لاحظوا الدبل تيم كان عمل من يحيى صبرا وجي يونغ بلاد بلوك فايوليشن كمان دفاع بيبلوس عم يقول كلمته بشكل قوي تبقى لصالح نادي بيبلوس. جاي بسدد يونغ بلاد على الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية البوزيشن بتروح لصالح النادي الشمالي. روري فهد بمرر لاريك شاتفيلد 7 ثواني متبقي لهجمة نادي المتحد. مارك ما بيرجع بالمحاولة مايك فريزر ريباوند رقم 5 لاله بالجيم. مايك هو بيطلع الطابة تحت الضغط مايك فريزر بينقلها لمازن منيمني مازن بسدد على الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية والريباوند حاول اريك شاتفيلد لانه البوزيشن بتبقى لصالح نادي بيبلوس. ميلو ابو جودي مايك فريزر مقطوعه من دفاع المتحدة ترالوس اريك بينطلق بكل الملعب وفي ووكينج على اريك اذا تورن اوفر على اريك شاتفيلد بالاعاده عم نشوف الووكينج اللي ارتكبها جاي يونغ بلاد. 3 دقائق تقريبا متبقي لنهايه الكوارتر الثاني 7 نقاط بهالكوارتر مسجل نادي المتحد لهلا. مازن مدايبلي ما بيرجع بالمحاوله بوزيشن بتبقى لصالح بيبلوس بعد ما لمست اريك شاتفيلد وخرجت للاوت ما عم يقدر يلاقي حاله ابدا نادي المتحد بهالجيم وبيبلوس عم يقدر يعني بدفاعه وهجومه يشكل او يسيطر على المباراة. شاتفيلد بسجل اريك عن الارك نقطه السابعة اول 3 بوينتس لنادي المتحد بالجيم والفارق نزل سريعا ل 11 نقطة.
جاي يونغ بلادي بيتوغل مقطوع من اريك كمان اللي ببرر له اياه لباسل بوجي. باسل بروح على السله. اي لاف ذيس جيم. بيسجل باسل بوجي النقطة الخامسة المتتالية لصالح نادي المتحد طرابلس والفارق بيتقلص لتسع نقاط والمدرب جومجاعس بيطلب التايم اوت بشكل سريع. بالعادة عم تشوف تمريرة أريك شاتفيلد لصالح باسل بوجي اللي كان عم يسجل أول سلة له بالجيم. الفارق نزل لتسع نقاط والمدرب جوم جاعس عم يجري بعد التبديلات عودة علي بردة وعمر الأيوبي على أرض الملعب. خطأ من سامر مشرف لصالح جاي يونغ بلاد. الخطأ الثاني على سامر. علي بردة تبقى البوزيشن لصالح بيبلوس اللي عنده 10 ثواني بس بهالهجمة. يحيى صبرا بيخسر الكرة من امام سامر مشرف. اريك شاتفيلد بيحاول يلعب الفاست بريك مقطوعة من علي بردة وجاي يونغ بلاد. جاي بينطلق وبيسجل نقطة السابعة بسرعة لدي بيبلوس. يعني فريق بالفعل بدافع بطريقة ممتازة والفاست بريك كمان عندهم انسجام فيه كتير على ارض الملعب لاعبي نادي بيبلوس. مارك ساليرز بمرر للمشرف. مشرف بينجح بالمحاوله ريباوند. خطا من باسل بوجي لصالح علي بردة يلي التقط الريباوند وسقط على الارض. اثنين فري ثرو لعلي بعد ما مسجل نقاط علي بردة بهالمباراة. بضيع المحاولة الأولى. كمان بضيع الثانية. خلت يونغ بلاد الاخيره اللي كنا عم نشوفها. فريق المتحد امام فرصه لتقليص الفارق. اريك ما بينجح بالمحاوله. روني فهد على الريباوند الهجومي بيعطي فرصه جديده لفريقه. شاتفيلد لباسل بوجي. روني فهد. روني بيخترق السله. خطا لصالح روني فهد. القطع عم يرتكبه عمر الايوبي واثنين فري ثرو للفهد. هيدا الفاول الاول على عمر. بسجل المحاولة الاولى روني فهد. كمان بينجح بالثانية. وبيرجع بيقلص الفارق لتسع نقاط قبل الدقيقة من نهاية الكوارتر الثاني. الأيوبي
جاي دائما مع سامر مشرف دبل تيم على جاي يونغ بلاد يحيى صبرا خطأ لصالح يحيى يحيى بضيع الريباوند لصالح البوجي خمسه ريباوند لباس البوجي النتيجه بتبقى على حالها تقدم تسع نقاط والبوجي ممكن يعمل فرق سبعه بيحصل على الفاول خطا لصالح باسل الحكم بيقول ما في فري ثرو بوقت جهاز الفني لنادي المتحد عم يطالبوا باثنين فري ثرو مارك بسدد مارك عن الارك ما بينجح بالمحاوله روني فهد اذا ما في خطا كان في اوت ما في فاول الحكام باكدوا هالشيء المدرب شو ليه مارك ساليرز ما بينجح بالمحاولة مارك والريباوند لصالح يحيى صبرا مع نهاية الثواني اللي كان عنده اياها نادي المتحد تايم اوت المدرب جوم جعس قبل ثلاث ثواني ونص هون كان في نقاش بين المدرب جوم جعس وحكام الطاولة يعتبر جوم جعس انه طلب تايم اوت اذا حطوا سلة اذا في تايم اوت لمدرب نادي بيبلوس قبل ثلاث ثواني ونص من نهاية الكوارتر الثاني لنشوف دفاع المتحد كيف رح يتعامل كمان بالثواني القليلة المتبقية واحد وعشرين ريباوند لبيب بس 23 للمتحد اذا بوزيشن لصالح نادي المتحد اي لاف ذيس جيم حلو كثير الطريقه يلي بسجل فيها باسل بوجي بيستفيد من تمريره حسن دندش ونادي المتحد بيقلص الفارق لسبع نقاط مع نهايه الكوارتر الثاني 33 26 اعزائي المشاهدين 10 دقائق بريك وبنرجع بنتابع من جديد رجعنا احنا وياكم مشاهدينا لملعب بيبلوس للقاء الثاني اللي عم يجمع بيبلوس والمتحد بسري بالبلاي اوف، نادي المتحد كان تقدم مثل ما ذكرت بالمباراه الاولى 1-0 واليوم نادي بيبلوس عم يكون بالفعل خصم عنيد جدا، انهى الربع الثاني متقدم بفرق سبع نقاط علما انه بمراحل المباراه توصل فارق كبير لصالح النادي الجبيلي، لكن رجال المدرب شولي عملوا كامباك وقلصوا الفارق لسبعه مع نهايه الكوارتر الثاني، شو رايكم نشوف نحن وياكم المقارنه الاحصائيه بين الناديين؟
اهلا وسهلا فيكم بالاكس اكس ال ستريت بول كومبيتيشن مع فادي الخطير، واللي بحط سله وحده بوش فادي بيربح المسابقه. اول لاعب بحاول يقطع وبلاك شات رائع، فادي مع الطابه بيقطع ودنك بيولع الجمهور. تاني لاعب عم بحاول وستيل ولا اسكى بيبرم فادي واي شات رائعه، الجمهور مش عم بيصدق. 3 بوينت بلاك شات مخيف شو هالخطيب. ما بعرف مشاهدينا بس لهيقه في لاعب جديد وكتير قابض الامور بجديه. منذكر بيكفي انه تحطوا سلة واحدة بوجه الخطيب تتربح المسابقة. الجمهور كله ناطر يه شو عم بيصير، بيبرو بروح على تاني سلة وفعلا بحط سلة بس على تاني ميلة من الملعب. مبروك XXL Energy لعبة ذكية. اذا المقارنة الاحصائية بين الفريقين بتفرجيها بنسبة التسجيل من كل المسافات قريبة كتير عند الفريقين. 3 بونتس كمان اليوم يعني منه كتير منيح عند الناديين، بيبرس افضل بشوي. الفريسرو كمان مضيعين الفريقين عدد كبير من الرميات الحرة. ريباونتس المتحد افضل باثنين ريباونتس. تمريرات الحاسمة بيبلوس افضل بالمجال. تورن اوفر 7-8. تعادل بستيرز وثلاثة بلوك شوتس لنادي بيبلوس، 2 لنادي المتحد مع نهاية الشوط الاول. اذا ثواني قليلة وبينطلق الكوارتر الثالث. اخر تعليمات المدربين جوم جاس والفرنسي جون دري شولي. اذا الفريقين على ارض الملعب، انطلاق الكوارتر الثالث اللي دائما بيبقى اساسي جدا بكل مباراه. بيكون الفريقين استفادوا من اكبر بريك بالجيم وبيكونوا اخذوا تعليمات كمان مهمه خاصه اذا كانت تكتيكيه جذريه. اريك شاتفيل بيستلم، عم يدافع لميلو ابو جوده، دفاع مان تو مان المدرب جوم جاعس. يحيى هو اللي عم يدافع على مارك ساليرز. روني فادي بيستلم، روني بيطلع بالوقت نزلها لروي سباحة على اللو بوست. روي بيحاول يلعب على مايك فريزر ما بينجح بالمحاولة. سامر مشرف بيلتقط الريباوند الهجومي و24 ثانية جديد لصالح نادي المتحد. اريك شاتفيل، اريك بيلاقي طريقه للسلة بنجاح، 9 نقاط لاريك شاتفيل. بالتساوي بيصير افضل مسجل هو ومايك فريزر. بايده الشمال عم بسجل بينما ما زال اكس اكس ال لبنانيز بس سكورر لهلا هو توم عمار بست نقاط. ريبوك بير اوف ذا جيم رح يبدا التصويت عليه مع نهايه هالربع. جاي يونغ بلاد، جاي بمرر للايوبي، مقطوعه من سامر مشرف، تبقى البوزيشن لصالح نادي بيبلوس. الفارق نزل لخمس نقاط. مايك لجاي، تسديده يونغ بلاد الثلاثيه بتلاقي طريقه، بتلاقي طريقه بشكل ناجح. هيدي ثاني 3 بوينتس لجاي يونغ بلاد، 10 نقاط لجاي وهو صار افضل مسجل بالمباراه واول لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط. روري بمر لمارك ساليرز، مارك يخترق بالمسافه المتوسطه بسجل نقطه السادسه. عمر الايوبي بمر ليحيى، مايك فريزر، مايك يبرم على السلة وبسجل مايك. 11 نقطة لمايك فريزر. تاني لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط لكن هو صار الأعلى تسجيلا لهلا بالجيم. وبيبلس عم يتقدم بفرق 8. أريك شاتفيل ما استفاد من تمريرة الفهد الرائعة. روني حاول يعمل تمريره بالفعل ممتازه. يحيى من جديد لجاي اللي بسدد كمان على الارك، لا 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 بسجل يونغ بلاد نقطه ال 13 الثالثه عن ارك 3 بوينتس والفارق بسرعه بزيد ل 11 نقطه. قلت لكم كثير مهمه انطلاقه الكوارتر الثالث.
بيبلوس مركز بشكل كبير. روني فهد بجرب يرد ما بينجح. يحيى صبر على الريباوند، خمسة ريباوند ليحيى. يحيى صبرا كمان طابع عم تبرم عمر الايوبي لمايك فريزر، بوجه فيه روي سماحة. يونغ بلاد من محل كتير بعيد، لا 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 مش معقول مش معقول يا جاي. اربع ثري بونس لجاي يونغ بلاد بالمباراة، والاخيرة اتت من مكان كتير بعيد من القلعة. عم بيسدد ويسجل اليوم من قلعة جبيل طبعا. يعني لحظة يعني لو مبين الملعب بتشوفوا قد ايه بعيد كان عن الارك. لحظة كيف وقف الجمهور معه. 16 نقطة لجاي يونغ بلاد. كمان تورن اوفر، تورن اوفر على فريق المتحد. فريق المتحد بهالوقت فقد تركيزه بالمباراة، التركيز يلي فرجينا اياه مع نهاية الربع الثاني ما عم يقدر يلاقيه بانطلاقة الربع الثالث. واضح جدا هالشيء والنتيجة اكبر برهان. 11 نقطة لرجال المدرب جو جاعس مقابل 4 لرجال المدرب شولي بهالكوارتر بعد 3 دقائق تقريبا من هالربع. عمر الايوبي بينقلها لجهه يحيى صبرا. يحيى بيخترق يحيى ما بيرجع بالمحاوله، الريباوند لصالح روني فهد. روني لمر لمارك، روي سماها على اللو بوست، بجرب يلعب على يحيى صبرا، بطلع الطابه لبرا على روني فهد يلي بفضي لاريك شاتفيلد، واريك شاتفيلد بسجل نقطه ال 12. ثاني 3 بوينتس لاريك شاتفيلد بالمباراة، وهالمرة استفاد من تمريرة الفهد والفارق نزل ل 11. جاي يونغ بلاد ليحيى صبرا، عمر الايوبي لجاي يلي كمان عم يسدد، هالمرة ما بينجح بالمحاولة. الفهد على الريباوند، فريق المتحد بده يحاول يقلص بير الاقل من 11، وسامر مشرف بيتكفل بهالشيء. اول سله للمشرف في المباراه. ٤٤-٣٥ الفارق 9. مايك فريزر بيستلم تحت السله، اند 1 لمايك فريزر. ذكيه تمريره يونغ بلاد. 13 نقطه اصبح رصيده لمايك، وراح يكون عنده رميه حره اضافيه فريزر. لاحظوا بالعاده كيف مرر له اياها جاي، وتحت السله الوحش صعب يضيع اي فرصه. هيدا الوحش يلي بيطير موجود على زيح الرميات الحره مع 13 نقطه، 5 ريباوند و2 اسيست. بسجل نقطة ال 14، وبيبلوس عم يزيد تقدمه ل 12 نقطة بهالوقت. اريك شاتفيلد هداف الدوري الفرنسي سابقا. مارك بمر لاريك، اريك بيعمل فانت بسدد بالارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية. الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح روي سماحة، ومعه بيحصل على خطأ من علي بردا. مروان زيادة على ميعاد التبديل، مروان زيادة على أرض الملعب بدلا من روي. روني فهد بسدد على الارك بسجل الفهد نقطة الخامسة. ثالث 3 بوينتس لنادي المتحد بهالمباراة، 2 لاريك وحده لروني فهد. الفارق بيرجع بينزل للتسع نقاط. علي بردا
بينقلها للايوبي جاي يانج بلاد. جاي يانج بلاد طبعا عم تبرم علي برده بعد عنده 3 ثواني. علي برده بيخترق بيسدد ما بيرجع بالمحاوله. مارك ساليرز الريباوند دفاعي جديد لصالح مارك وروري فهد لاريك اللي بيسدد وبيسجل اريك شاتفيلد نقطه ال 15 والثنائي فهد شاتفيلد عم يرجعوا فريقهم لفارق الست نقاط 47-41 قبل اربع دقائق ونص من نهايه الربع الثالث. طيب عطى المدرب جوم جاعس روني فهد 5 نقاط 7 ريباوندز و 3 اسيست لهلا. فإذا فينا نشوف افضل اللاعبين اللي عاملين ريباوندز بالجيم اليوم جاي يونغ بلاد 4 من 8 على الارك لهلا بالمباراة. هيدي واحدة من تمريراته الأربعة بالجيم 16 نقطة 2 ريباوند وأربع أسيست لجاي يونغ بلاد هلا بالجيم. أربع دقايق ونص تقريبا متبقي لنهاية الربع الثالث. فريق البيبلوس بده يحاول يرجع يتقدم بعد ما استطاع النادي الشمالي يقلص فارق لست نقاط. مايك فريزر بيخسر الكرة لصالح اريك شاتفيلد. اريك ببرر للمشرف اند وان لصالح سامر بسجل بطريقة ممتازة لاعب بيبلوس القديم ولاعب المتحد الحالي. اربع نقاط لسامر. لاحظوا قديه طلع بالجو سامر مشرف وسجل مع الخطأ نقطة الرابعة. الفريق بينزل لاربع نقاط وممكن ينزل لثلاثه ما بينجح بالمحاوله سامر مشرف. يعني اللافت اليوم انه افضل ريباوندر بالمباراه هو اللاعب روني فهد بونجر نادي المتحد 7 ريباوند. توم عمار كمان 7 ريباوند. باسل 6 مايك فريزر 5 ويحيى 5. مايك فريزر مايك عم يدافع عليه مروان زيادة خطأ لصالح مايك. اثنين فري ثرو لفريزر 14 نقطة برصيده وخمسة ريباوند. هيدي نقطة ال 15 كمان بسجل نقطة ال 16 مروان زيادة بمر للفهد. الفهد تحت الضغط بطلع الطابة لبرا عند مروان يلي بيسدد بنجاح من المسافة المتوسطة المسافة الأحب على قلبه وأسيست جديد يضاف لرصيد روني فهد. طب عمار تسديدة ثلاثية بسجلها العمار 9 نقاط لطوم عمار ثالث ثلاثية ليش حلاله بالجيم بيرجع بيريح فريقه وبيعطيه تقدم بفارق 7.
سامر مشرف. مازن منايمني هو اللي عم يدافع على روني فهد. روني بينقلها للجهه الثانيه، مارك سيلز بياخذ الاوبن شوت وبيسجل مارك نقطه التاسعه، اول ثلاثيه ناجحه له بهالجيم، والفرق نزل لاربع نقاط. مايك فريزر بوجه في مروان زياده، خطا لصالح مايك، بسرعه استدرجوا للخطا، الخطا الثالث على نادي المتحد بهالكوارتر والثاني على مروان. علي برده بمرر للمنايمني، مقطوعه من دفاع المتحد. اريك شاتفيلد، المتحد امام فرصه كبيره لتقليص الفارق لأقل من أربعة لنقطتين أو لنقطة. روني فهد بسدد على الأرك، ما بيرجع بالمحاولة. علي بردة على الريباوند، الدفاع، الريباوند الثالث لعلي، وعلي بردة كمان ما بيرجع بالمحاولة. مايك فريزر صراع تحت السلة، خطأ لصالح مايك. بس البوجي على ارض الملعب بدلا من روني فهد، والمدرب شولي عم يلعب بأريك شاتفيلد كصانع العاب، واربع لاعبين طوال الى جانب شاتفيلد عم يلعب بشخصيه بالفعل مختلفه كليا بهالوقت. شولي خطا لصالح مايك فريزر، يعني اريك شاتفيلد على الوان عم يلعب بسامر مشرف، بس البوجي مارك سيليرز ومروان زياده. خطا جديد لصالح مايك، 16 نقطه لمايك فريزر، 6 ريباوندز و2 اسيست، بضيع المحاوله الاولى. بسجل الثانية، 17 نقطة بصير رصيده، أفضل مسجل بالمباراة. إريك شاتفيلد بمرر لسامر مشرف، حلوة كثير هالتمريرة، والمشرف عم يسجل نقطة السادسة، شغل كبير لسامر مشرف اليوم بالجيم. مازن منايمني محاولة ثلاثية بسجلها لمنايمني نقطة الخامسة، هيدي أول 3 بوينت له بالجيم، بيرجع بزيد تقدم فريقه لستة. إريك شاتفيلد باسل باوجي بينجح بالمحاولة، الباوجي كمان 6 نقاط لباسل. مازن بيخترق المنايمني، ما بينجح بالمحاولة، مازن ريباوند لصالح باسل باوجي، الريباوند السابع لباسل، توصل لمارك سيليرز، وإريك شاتفيلد عم يتوجع على أرض الملعب، كان عم يحاول يمرر لمارك وصار احتكاك بينه وبين لاعب بالنادي بيبلوس، هو عم يحاول يمرر بالجو. مارك عم عفوا إريك عم يتوجع، بركي فينا نشوف بالإعادة شو صار مع إريك. إريك بقوم بالسلامة، وإدارة الفريق محمد أبو بكر يلي عم يشجع صانع ألعابه إريك شاتفيلد
التصويت على ريبوك بلاير اوف ذا جيم رح يبدا بعد وقت قليل اعزائي المشاهدين. بس الباوجي بمر لاريك شاتفيلد بنزل الطابه لمارك ساليرز يلي بيضرب وبينجح بالمحاوله 11 نقطه لمارك والفرق نزل لنقطتين. نص دقيقه متبقي لنهايه الربع الثالث. فريق بيبلوس بالهجوم جاي يونغ بلاد مع ميتركو ابدا سامر مشرف اللي رح يكون واحد من المرشحين لريبوك بير اوف ذا جيم اليوم سامر بالاضافه لروني فهد واريك شاتفيلد من جهه فريق بيبلوس. بينما من جهة نادي بيبلوس جاي يونغ بلاد مايكي فريزر وتوم عمار هن رح يكونوا المرشحين بريبوك بلاير اوف ذا جيم. 17 نقطة بصير رصيده لجاي. إذا في لاعب بالكوارت الأخير برز بشكل كبير ممكن كمان يرجع يدخل التصويت. بسجل 2-2 على الفري ثرو لاين 18 نقطة بيرجع بيعطي تقدم لفريقه بآخر 10 ثواني من الكوارت الثالث لأربعة. أريك شاتفيلد ببرر لمارك مارك يخترق بمرر بدوره لمروان الزيادة والزيادة بسجل نقطه الرابعة وبيعطي حماس زيادة لهالمباراة يلي عم يتقلص فيها الفرق لنقطتين 58-56. كوارتر الأخير رح يفرجينا إذا السيريز رح تتعادل 1-1 أو نادي المتحد رح يتقدم 2-0. الكوارتر الاخير رح يكون الكوارتر الحاسم بهالمباراه الا اذا رحنا لاوفر تايم كما حصل بالمباراه الاولى. اليوم الرياضي بيجي المباراه رح تكون الساعه 8 الرياضي على ارضه بقاعه صعب ستيف المنار رح يستضيف نادي بيجي. اذا فاز الرياضي بيكون عم يتاهل للمرة 19 بتاريخه للمربع الذهبي لجنة الفاينل فور وهو يلي غاب مرة واحدة عن المربع الذهبي. عم تشوف طبعا عمار الأفضل بالريباوندز بالإضافة لروني فهد وباسل بوجي ثلاثتهم بسبعة ريباوندز مايك فريزر ستة ويحيى صبرة خمسة ريباوندز. فريق الرياضي اللي غاب بموسم 2003-2004 عن جنة المربع الذهبي مرة واحدة وباقي قدر بكل فاينل فور يلي انطلق سنة 94 شارك فيه وكلهم. مازن منايمني ما بينجح بالمحاولة لكن جاي يونغ بلاد بعيدة لصالح توم عمار يلي بسدد من دون ما ينجح ومروان زيادة على الريباوند. سامر مشرف بسجل المشرف قلت لكم عم يعمل مباراة كبيرة عن الارك بسجل نقطة التاسعة وعم يعطي التقدم لصالح نادي المتحد بفرق نقطة. يعني الحكمة والرياضة هن أكثر فريقين تأهلوا للمربع الذهبي اثنيناتهم 19 مرة واثنيناتهم كل واحد غابوا مرة واحدة عن الفاينل فور. هذا الشيء صرت قايله كذا مرة. إذن المتحد عم يتقدم بوقت حساس جدا بفارق نقطة على نادي بيبلوس. سامر مشرف يلي رح يكون واحد من المرشحين لريبوك بلاير اوف ذا جيم. توم عمار بنزل طابة لمازن منايمني خمس ثواني متبقي لهجمة نادي بيبلوس
علي بردة بسدد على الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية والبوزيشن بتروح لصالح نادي المتحد. وعلي بردة بيخطف الطابة وبيعطي التقدم بيعطي التقدم الجديد لصالح فريقه. ستيل غالي غالي جدا لعلي بردة اللي عم يسجل اول سنة له بالجيم. ضغط دفاعي المدرب جومجاس عم يفاجئ فريق المتحد بالضغط الدفاعي. مارك سيلزو بيجي عمل محاولة مايك فريزر ما بقولش عمل مايك فريزر. اي لاف ذيس جيم جاي يونج بلاد بيسجل نقطتين جديد لصالح فريقه. ولاحظوا شو عمل المدرب جوم جاعس، استعمل عنصر المفاجأة لأقصى الحدود وسجل أربع نقاط لأنه نادي المتحد كمان برد بنقاط جديدة. ثلاث نقاط لمارك سيليرز، نقطة 14 تاني ثلاثية ناجحة لإله وخطأ هجومي لصالح سامر مشرف يلي عامل مباراة خير لهلا. مارك اللي عدل النتيجة على النقطة 62. لاحظوا بالإعادة الخطأ الهجومي الواضح اللي ارتكبه جاي يونغ بلاد لصالح سامر مشرف. إريك شاتفيلد إريك فعل يعني فرجونا بيبلوس ثواني سريعة سجلوا بخلالها نقاط متتالية بضغط دفاعي ناجح جدا على ريتم المباراة بشكل سريع. أقل من 8 دقايق لنهاية الجيم. إريك شاتفيلد بنزلها لمروان زيادة مقطوعة من جاي يونغ بلاد. مايك فريزر كمان وقت الضغط الدفاعي عمل اثنين بلاك شوت بشكل متتالي. مازن مقطوعة لبيل الكرة لصالح سامر مشرف. سامر بحافظ على البوزيشن ومروان زيادة كمان يعني كان بديل ايجابي جدا لصالح نادي المتحد. عم يقدر يقطع الكرات عم يعطي كمان ادد فاليو لفريقه من الناحيه الدفاعيه. اريك مارك سيليرز مارك بسدد على الارك ما بيرجع بالمحاوله. مايك فريزر على الريباوند مايك بينقلها لجهه يونغ بلاد. تعادل الفريق على نقطة 62. بدي اذكر الفائز بالسري بثلاث مباريات من اصل خمسة بيتأهل لجنة المربع الذهبي. يونغ بلاد ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية. مارك سيليرز بيلتقط الريباوند الدفاعي بيطلق الفاست بريك مع سامر مشرف يلي بينقلها لجهة اريك شاتفيلد. شاتفيلد بسدد على الارك لا 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 بيسجل اريك شاتفيلد نقطة 18. هيدي الثلاثية الرابعة الناجحة لإله. المتحد عم يتقدم بفرق ثلاثة. مازن منيمني مازن بسدد تحت الضغط ما بينجح بالمحاولة. مايك فريزر ريباوند هجومي وخطأ. بالتصويت على ويب سايت الـ LBC www.lbci.com/sports مين برأيكم اللاعب الأفضل ريبوك بلاير اوف ذا جيم؟ لهلا التصويت عم يعطي سامر مشرف نسبة 35%، روني فات 26% وجاي يونغ بلاد 26%. إذا مشاهدينا هيك عم بيكون التصويت لهلا على ويب سايت الـ LBC وراح يضل مكمل التصويت من هلا لنهاية المباراة. ٦٢-٦٥ بصيروا 63-65. بسجل المحاولة الأولى بنجاح مايك.
يعني لافت جدا انه بطولة لبنان بموسم 2012-2013 افتتحت من هالملعب بالذات وبنفس المباراة، والشي كان ب 2/11/2012 وعندما فاز بيبلوس بنتيجة 84-81. خطأ لصالح نادي المتحد، الخطأ من توم عمار، أربع أخطاء على توم. يحيى صبر على أرض الملعب، ماركي بيستلم البوجي، يعني المدرب شوليم وقت ما لعب بهالتشكيلة ببونت جارد إريك شاتفيلد وأربع لاعبين طوال، كلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن. إذا قبل ما يسدد مارك سيلوز كانوا الثواني 24 انتهوا. لهلا هالتشكيلة قدرت تقلب تأخر الفريق الشمالي لتقدم بفرق نقطتين. يحيى يحيى بينقلها لجهة مازن، سبع ثواني متبقي، صاروا أربعة. جاي يونغ بلاد عدل الأرقام، جاي نقطة ال 22، خمس دقايق ونص متبقي، تعادل الفريق على النقطة ال 65، وقد ايه تعادلت هالمباراة. مارك سيليرز تسديدة ثلاثية ما بيسجل منها، مايك فريزر على الريباوند بيطلع هو بالفاست بريك، مايك بيروح بيعطي مازن منين، بيعطي اوبن شوت على الارك، لا 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 ما معقول منين، بيسدد وبيسجل عن الارك بنجاح وبيستفيد من تمريره حاسمه للاعب ارتكاز نادي بيبلوس مايك فريزر. بيبلوس عم يتقدم بفرق ثلاثه من جديد، اريك مقطوعه من دفاع بيبلوس، والمدرب شولي عم يحضر لتايم اوت. اقل من خمس دقائق لنهايه المباراة، جاي يونغ بلاد، جاي يخترق السلة ما بينجح بالتسجيل، الريباوند لمين لصالح باس البوجي، البوجي بيعمل كنترول على الريباوند وفريق المتحدة بينطلق بالهجوم مع مارك سيليرز. يحيى صبرا بيقطع الطابة، جاي يونغ بلاد، جاي بيتوغل وبيسجل بيسجل بيسجل، نقطة ال 24 لجاي يونغ بلاد يلي بينفعل بطريقته الخاصة، لحظة بالإعادة بأي طريقة اخترق وسجل وعمل النتيجة 70-65. تايم اوت للمدرب الفرنسي الفائز ببطولة فرنسا سابقا جون دوني شولي قبل 4 دقائق و27 ثانية من نهاية الجيم. بذكر بالنتيجة من جديد 70-65، وبذكر بشيء كثير مهم، إذا المتحد بيفوز بيتقدم 2-0 بالسلسلة، إذا بيبلوس بيفوز السيريز بتتعادل 1-1 بين الناديين، وكأن انطلقت من جديد. حكام الطاولة بيطلبوا من الفريقين العودة لأرض الملعب، شرب المير، طوني المير وطوني باسيل ومراقب المباراة مروان العميل، المدرب جوم جاس عم يعطي تعليماته قبل 4 دقائق و27 ثانية بوقت لاعبي المتحد على أرض الملعب، وعودة حسن دندش على أرض الملعب وروني فهد، وشخصية مغيرة للمدرب الفرنسي شولي. اثنين بونجاردز هن دندش وروني فهد، روي سماحة وباسل بوجي ومارك سيليرز كمان على أرض الملعب، يعني عم يلعب باسل على البوزيشن 3. خطأ لصالح المتحد، الخطأ من مازن منيمني، اثنين فري ثرو للفهد، رح نشوف ارقامه. بضيع المحاولة الأولى، بيبقى رصيده على خمس نقاط.
سبعة ريباونز وأربعة أسيست. كمان بضيع الثانية. ريباونز لمين؟ لصالح مارك ساليرز. مارك بزكا بيرجع بمشي الطابق من جديد. روني فهد خطأ لصالح الفهد. بالتصويت على ويب سايت ال بي سي سامر مشرف ما زال بالمقدمة بريبوك بلاير أوف ذا جيم 42% لسامر جاي 23%، روني فهد 19%، وإريك شاتفيلد 12%. المتحدة عم يلعب بهالوقت بغياب إريك شاتفيلد، عم يلعب بأجنبي واحد هو ساليرز. روني بسجل هالمرة نقطة السادسة. ومارك ساليرز بتابع بفينجر تيب وبينجح بتسجيل نقطه 16 وبقلص لنقطتين الفارق. لهلا اكس اكس ال ليبانيز بس سكورر هن سامر مشرف او توم عمار، اثنيناتهم عندهم 9 نقاط عم يتنافسوا مع بعض. يحيى من المسافه المتوسطه ما بينجح بالمحاوله، جاي ما بينجح كمان بالتسجيل، والبوزيشن تبقى لصالح النادي الجبيلي. وهون في تشنج في تراشتوك بين اللاعبين، بتروق الاجواء بتروق الاجواء ولازم تضلها رايقه. اوت اوف باوند مع ميلو ابو جوده، ميلو بينقلها لجهه مازن المنيمني، يعطي مايك فريزر بوجه في روي سماحه. مايك بده يحاول يلعب على روي، بيطلع على مازن اللي بتسدد على الارض. المنيمني ما بينجح بالمحاوله لكن بيلتقط الريباوند الهجومي، والبوزيشن من جديد لصالح صاحب الارض. يانج بلاد جاي بيخترق بيعطي ميلو ابو جوده يلي بسدد تحت الضغط. يا ميلو يا ميلو يا ابو جوده، ثاني ثلاثيه ناجحه له بالمباراه. بيبلوس عم يتقدم بفرق خمسه 73-68. حسن دندش جاي بيرتكب خطأ وبيعترض عليه. اعتراض من الجهاز الفني على الخطأ الأخير. واثنين فريسرو للدندش، ثلاث نقاط لحسن. ريباوند واسيست، بضيع المحاولة الأولى. 58% نسبته على الفريسو بالبطولة بالإعادة. عم تشوف الخطأ اللي احتسب على جاي. بسجل الثاني، واحدة من الثاني لحسن، نقطة الرابعة. أربع أخطاء على يانج بلاد. والمدرب جوب جاس بيتركه على أرض الملعب. بحاجة جدا له بهالوقت المدرب مجاعس لصانع العابه وليدر فريقه جاي يونغ بلاد. ميلو الدندش ما عم يتركه ابدا لجاي. كمان في دبل تيم من روري فهد كمان. مازن منيمني بسدد تحت الضغط. لا 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 يا منيمني يا منيمني يا منيمني، 11 نقطة لمازن منيمني يلي بسرعة بيصير افضل مسجل لبناني بالمباراة. عشر نقطة لمازن، ثلاث ثلاثيات. مازن منيمني رح يدخل التصويت بعد ثواني قليلة كمان بالمنافسة بآخر دقيقتين ونص. رح يدخل التصويت على ريبوك بلاير اوف ذا جيم مازن منيمني.
يعني هيدي الرولز الجديده اللي عم نعتمدها من فتره. اللاعب اللي بيرجع بيبرز بالكورتر الاخير اذا بيستحق رح يدخل على التصويت. مقطوعه من ميلو ابو جوده لكن روني فهد بزكى بسجل نقطه الثامنه. روني فهد وبقلص الفارق. يحيى صبرا يحيى ما بيرجع بالمحاوله بس البوجي على الريباوند. دقيقتين متبقي. خطأ لصالح الفهد، خطأ واضح لصالح روني فهد من يحيى صبرا من الرقم 7 على الرقم 7. كل السلامة للفهد. إذن دخل التصويت مازن منيمني بهالوقت على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. مشاهدينا يلي شايف انه مازن منيمني كان هو تورنيك بوينت بالكوارتر الاخير لصالح فريقه في صوت له على ويب سايت ال بي سي www.lbci.com/sports ونشوف قد ايه رح يحصل بالتصويت باخر دقيقتين من المباراه. ولهلا هو عم يكون اكس اكس ال لبنيز بس سكورر كمان. بضيع المحاوله الاولى. 8 نقاط 7 ريباوند 4 اسيست للفهد. بضيع الاولى عن غير عادي. عم يسدد بهالنسبه المتدني روني فهد على الفري ثرو لاين. كمان بضيع ريباوند لميلو ابو جوده. يعني رودي نسبته 76% عن الفريسو بالبطولة بهالموسم. اليوم نسبته قليلة. جاي بمرر لعند يحيى صبرا. خاطئ لصالح مايك فريزر. طب ما دخلت لكن رح يوقف على سياح الرميات الحرة. كان حابب يسجل اند وان. مايك فريزر ما نجح لكن رح شوف اذا رح يقدر يعود بالتاني فريسرو. بضيع المحاولة الأولى مايك. 18 نقطة 9 ريباوند و3 أسيست. بده ريباوند ليعمل دبل دبل. بسجل التالي واحدة باثنين لمايك فريزر. يعمل فرق 6 دقيقة ونص متبقي. روني فهد مارك يخترق السلة. جاي يونغ بلود لشو اذا الخطأ الخامس. الخطأ الخامس على جاي يونغ بلود. غلطة الشاطر بألف يا جاي. ما بعرف هون يعني جاي كان في يتفادى. واضحة جدا بالإعادة كان في يتفادى جاي يونغ بلود هالحركة. وفريق بيبلوس رح يلعب آخر دقيقة و25 ثانية من دون هدافه وقائده جاي يونغ بلود. مارك بضيع المحاولة الأولى. يعني جاي معدله بالمباراة 23 نقطة فاصل 8 اليوم مسجل 24 نقطة. بضيع الأولى مارك ساليرز. بسجل الثاني 17 نقطة 8 ريباوند وبنزل فرق لخمس نقاط. ميلو أبو جودة رح يحمل ضغط كبير. ميلو هلا على البوزيشن 1 بده يجرب قد ما فيه يستهلك الوقت. ميلو ميلو ابو جوده. ميلو بيعمل حركه رائعه وبيستدرج الخطا. لاحظوا الفري ثرو 13 من 21 او من 13 21 6 من 19. مش معقول 13 رميه حره مضيع اليوم فريق المتحد. ميلو ابو جوده بالفعل كمان شغل جبار عمله اليوم. وهيدا الخطا اللي حصل عليه مهم جدا جدا لفريقه. جمهور نادي بيبلوس المتواجد بكترة. اذا برجع بذكر التصويت لريبوك بلاير اوف ذا جيم. مكمل على ويب سايت ال بي سي
www.lbci.com/sports. سامر مشرف كان بالمقدمة من جهة نادي المتحد ومن جهة كل التصويت. عم نشوف الريباوند 34-37، تقدم 3 ريباوند لصالح نادي المتحد، لكن بيبلوس متقدم بفارق 5 نقاط. وبيبلوس عم يكمل من دون جاي يونغ بدي ارتكب خطأ الخامس. بعد ما في تسديد عن الفريسرو، هذا الخطأ الرابع اللي عم يرتكبه المتحد بهالكوارتر. اوت اوف باوند مع مايك فريزر يلي بمرر لعلي بردة يلي دخل طبعا على ارض الملعب بدلا من جاي ليسارد بيلو ابو جوده على صناعه الالعاب. علي بردة، علي بيخترق مقطوع من روني فهد، مارك ساليرز بيعمل كنترول بيرجع بردها للفهد. اقل من دقيقه لنهايه المباراه، مارك ساليرز بيخترق السله، خطأ لصالح مارك ساليرز. راح يكون عنده ثاني فري ثرو مارك ساليرز، بسجل الاولى مارك نقطه ال 18، صار افضل مسجل بفريقه بالتساوي واريك شاتفيلد. نزل فرق لاربعة، وكمان عم يسجل نقطه 19 والفارق نزل لثلاث نقاط قبل 53 ثانية وسبع اعشار من الثانية لنهاية الجيم. تايم اوت. فريق بيبلوس رح يكون عنده هجمه مهمه جدا، زي ما سجل منها المتحد فرصه كبيره عنده لتقليص الفارق او معادله الارقام. الفريقين على ارض الملعب، سايد بول مع مازن منيمني اللي عم ياخذ تصويت كثيف مثل ما عم بعرف بهالوقت على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. علي بردة، مايك فريزر بطلع الطابه لعلي من جديد، مايك بيعمل كنترول بعد عنده 9 ثواني. مايك فريزر بوجه في لاعبين بيسدد ما بيرجع بالمحاوله، ريباوند لمين لصالح اريك شاتفيلد، فرصه كبيره لفريق المتحد ليقلص الفارق وممكن يعدل الارقام. اريك بيخسر الكره. علي بردة بيطلع علي بردة وبيسجل علي بردة. بيبلوس بدفاعهم ردوا بسرعه وتقدموا بفارق 5 نقاط. قد ايه مهم الديفنس. خطأ من ميلو أبو جودة لصالح باسل بوجي، اثنين فري ثرو يكون عنده باسل. قبل 15 ثانية من نهاية الجيم تقدم 5 نقاط، يعني التورن اوفر ارتكبه أريك شاتفيلد بعد الضغط الدفاعي من فريق بيبلوس كان بالفعل لافت وقلب المباراة من جديد لصالح نادي بيبلوس. بس البوجي بقلص الفارق، هيدي نقطة السابعة على البوجي، 15 ثانية متبقي. برجع بذكر رمية حرة إضافية كمان بعد عنده باسل، سجل الأولى سجل نقطة السابعة، نزل فرق الأربعة ممكن نزل فرق من جديد لثلاث نقاط.
هذا الشيء عم يعملوا الباوجي. تايم اوت جديد 79-76. المدرب شولي بده يشتغل على دفاعه والمدرب مجاعس على هجومه. فريق بيبلوس بده يجرب يضيع الوقت والمدرب شولي بده يوقف الوقت. تعليمات هنا المدرب جوم جاس ومساعده جورج رزق. بيبلوس قريب من معادلة السيريز 1-1، لكن بعده المتحد عنده أمل يتقدم 2-0 لو بعد فيه 15 سنة لنهاية الجيم. وهيدا جمال لعبة كرة السلة. مازن منيني ببرر للايوبي. عمر بمرر لعلي. خطا من روني فهد لصالح علي برده. واثنين فري ثرو لصالح علي. اذا سجل وحده من اثنين على الاقل بصعب المهمه كثير على فريق المتحد. وهيك بتصير اكيد السيريز ما رح تنتهي يوم الاثنين. بسجل الاول البرده. كمان بسجل الثاني 2-2 لعلي برده. 6 نقاط بصير رصيده. بيعمل الفرق 5-6 ثواني ونص متبقي لنهايه الجيم. تايم اوت جديد. فريق بيبلوس تفصله ثواني قليلة ليتقدم أو ليعدل السيريز 1-1. ست ثواني ونص إذا متبقي بعد لنهاية المباراة. لنشوف لاعبي المتحد كيف رح يتعاملوا مع الثواني الاخيره وهن متاخرين بفارق 5. بده يجربوا يسددوا بسرعه على الارك ليقلصوا الفرق لنقطتين. روني فهد بيعمل فانت بيقترب بمرر لروي سباحي اللي بيسدد على الارك 3 بوت فبيرجع بالمحاوله. علي برده بيلتقط الريباوند والمباراه عم تنتهي بفوز فريق بيبلوس بنتيجه 81-76. بيبلوس بعادل السيريز 1-1 هو وفريق المتحد. والسريب تنطلق من جديد بكل معنى الكلمة بعد ما تعادلت 1-1. إذن بالمباراة يلي مثل ما قلنا ممكن تكون قوية جدا كما حصل بالمباراة الأولى. بالفعل كانت قوية جدا. قدر نادي بيبلوس يحسمها بفارق 5 نقاط 81-76. ريبوك بلاير اوف ذا جيم، مين اخترته اللاعب الأفضل؟